هي ملتقى تتلاقح فيه حضارات المتوسط والأخت غير الشقيقة للعرب. تعرف على دولة مالطا. تقع جزيرة مالطا في قلب البحر الأبيض المتوسط جنوب إيطاليا، وهي من أصغر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة سكانية، ففي كل كيلومتر مربع يعيش زهاء 1200 شخص من إجمالي 420 ألف نسمة في البلاد. ويعتمد اقتصاد مالطا بشكل أساسي على الصيد البحري والسياحة، كما تستريح فيها سفن البضائع المارة بها. ويعد سكان هذه الجزيرة الوادعة من أسعد شعوب العالم رغم قلة الموارد. لكن المفاجأة الأساس لا تكمن في كل ما هو مادي، بل في شيء ما غير مادي اسمه اللغة، حيث تعد اللغة المالطية اللغة السامية الرسمية الوحيدة المعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي. وتعود أغلب كلماتها إلى أصول عربية بلكنة مغاربية ممزوجة بعبارات أخرى تنحدر من أصول إيطالية، حيث يعتبر الكثيرون بأن مالطا هي دولة عربية عضو في الاتحاد الأوروبي. لكن الأحرف التي يتم اعتمادها كتابياً هي أحرف لاتينية وليست عربية. أما عن كيفية وصول اللغة العربية إلى هناك، فقد وصلت إلى جزيرة مالطا إبان حكم دولة الأغالبة التي بسطت نفوذها على معظم أنحاء بلاد المغرب وامتدت إلى جنوب البر الرئيسي لإيطاليا خلال القرن التاسع. وكان حكم الأغالبة لجزيرة مالطا لأزيد من 200 سنة كفيل بأن تتجذر الثقافة العربية بالجزيرة ويجعل كل الاحتمالات الممكنة أكثر منطقية وقابلية للتفسير.